السلام عليكم موصب ليرجع لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون فتح علبة براثن الغضب للاعب فريد. براثن مصر المطور يعتبر براثن مصر المطور. بس قبل نبدا الشرف نافع على جرس التنبيهات اضغطوا زر اللايك عشان تدعمونا عشان نستلم فتح العلب. ففي مقطع اليوم زي ما قلنا لكم فتح علبة. طبعا البلبل احنا قد فتحناه بس صورنا المقطع والمقطع انحذف وانا احسب انه احنا نزلنا المقطع بس احنا طلعنا ما نزلنا المقطع فقلنا نعيد لكم هو اليوم. فحتى لعبنا فيه نزالات اذا رحتوا ترجع بقناتنا اكتبوا براثن مصر المطور تلاقون اللاعبين فيه كم نزال بس ما فتحناه. فالبلبل جاي من شركة MQ هي عند في اليابان وفي الصين بعد شركة تاكارتومي بس احنا عندها TD هي اللي تجي. فMQ تجيب لك البلبل نفس القطعة الاصلية وبجودة جدا 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 كويسة. يعني مو مثل TD بعض الاحيان يغير في القطع. MQ ما غير في القطع نفس القطعة في كل بلبل. لما تشتري من شركة MQ هذه ما في فلاش اوكي هذه MQ شايفينها. لما تشتري من هذه الشركة اضمن 100% ان القطعة حتكون اصلية يعني نفس القطعة الاصلي بس ما هي يعني الشركة ما هي اصلية والسعر حيكون رخيص. فاللي مثلا ما عنده قناة وما عنده يعني زي كذا يعني بيشتري متابعين يقدر يروح يشتري من MQ لا يشتري اصلي يعني مو شرط يعني انك تطلب الاصلي من برا وتكلف نفسه وكذا. فزي ما انتم شايفين هذه هي العلبة براثن الغضب براثن مصر المطور. البلبل له مزايا جدا كثير اللي حشرح لكم هي ميزة. فاول شيء البلبل قدرة على احتمال البلبل ذو الدوران اليساري. اوكي بعد ما قلت لكم انه هو قدرة على احتمال وهو دوران يساري طبعا هو قدرة على احتمال دوران يساري مو مكتوب هنا او مكتوب اشياء كذا صفر يعني. فهنا نجي لهذا المكان هو اهم مكان في بلبل براثن مصر. منطقة الدفاع ومنطقة الهجوم ومنطقة المصاص كل شيء في هذا البلبل. اول شيء زي ما انتم شايفين هنا عنده تنين. التنين ذا ينضغط شوف كيف يصير مضغوط مع الضربات. طيب ايش فايد هذا الانضغاط عن ليش التنين انضغط؟ لما انضغط هو يمتص وتصدى الهجمات. تخيلوا شباب يمتص وتصدى الهجمات فشي جدا 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 اسطوري. فالحين حشرح لكم بس نفتح البلبل. طبعا هذا البلبل شباب لو حطيتوه في حلبه ورميتوا عليه بلبلين حيدور. هنا عندنا اللاير ديسك الدوافع جهاز اطلاق هم غلطانين فيه بس هو يجي الجو ابيض. فزي ما تشايفين كذا هنا كان مشقوق فانا لصقته شوف كيف لصق. هنا ما ادري ايش كاتبين اوكي. استامينا قدرة احتمال. فهنا كاتبين مواصفات البلبل انه قوي. هنا حطينا حثات تنانين اللي موجودة في البلبل. شوفوا في 3 تنانين في البلبل للامتصاص ولل هذا لقدرة احتمال يعني. فهنا حاطين لكم مع اجزاء البلبل وهنا حاطين انه يقدر يفوز على الدرع الثالث حنجربها اليوم. وهنا من قوة البلبل في قدرة احتمال اخترق المخطط. شوفوا بالله شباب اخترق مخطط قدرة احتمال شوفوا كيف طلع خارج المخطط. فهذا هو دوفا منذ الفتح. يلا نبدا بالفتح. طبعا نصقهم فحيكون مره سهل علينا نفك. شوف كيف كذا بس تفتح علبه تلاقي عندك البلبل يجي كيس ويجي معاه جهاز اطلاق ويجي معاه طبعا علبه تاسيه فاضيه. ايش جهاز اطلاق؟ شوف البلبل لاير ديسك جهاز الاطلاق والريكورد. ما حنفك البلبل هنا ما حنوريكم القطع هنا راح نروح مكان ثاني اللي هو التطوير اللي هو التجديد في القناه. فيلا نروح مكان ثاني. اوكي شباب هذا هو مكان التصوير الجديد ومكان فتح العلبة الجديد فاعتمدوه في كل مقاطعنا خلاص. هناك حنفك لكم العلبة هنا حنشرح لكم عن البلبل. فنبدأ نفك. هنا عندنا كيس البلبل جاي كيس بعد العلبة تفك ما داري طلع كل الأجزاء الديسك اللاير والدرايفر. نبدأ باللاير. اللاير الأسطورية لبراثن الغضب احنا سميناه براثن الغضب كيف تحسوه كده براثن وغضب يجي يعني. فأول شيء وأهم شيء المناطق هذه 3 تنانين. التنانين طبعا شوف واضح التنين شوف واضح التنين شوف اوكي. هنا أول شيء مو مطاط هنا حاطين بلاستيك لأنه مو أصلي. وفي نفس الوقت لو جاي بلبل ضرب هنا مثلا خلينا نقول الشجاع شوف كيف لو جاء ضرب براثن حيمتص الطاقة وحيتصدى للضربة. فشايفين ايش الفائدة؟ المنطقة الوحيدة اللي انت يمديك تضرب براثن فيها هي هنا المنطقة هذه مفتوحة ما فيها اي شيء. لو جيت انت ضربته هنا ايش حيصير؟ ممكن يتبرست او يوقف او ينقص كليك. بس براثن النصر المطور اللي بعد هذا المنطقة هذه صغرت. براثن النصر السوبر كينج اللي حتشوفوه ان شاء الله في الايام القادمه المنطقه هذه صارت مخفيه ما في منطقه السبب ما تحطم لو ايش كله مطاط كله مطاط من كل اجزاء هنا مطاط. فهذا هو الشيء الصوف هذا البلبل.
نجي الحين للتيث، شايفينها؟ التيث قوية إلى حد ما، يعني هي قوية. متوسطة، هي ليه متوسط شباب؟ عشان ما ينفع خلوها قوية، عارفين كيف؟ لو خلوها قوية بعدين مين يقدر يهزم هذا بولدل؟ فعش كده خلوها متوسطة. أما بالنسبة للديسك فهو ديسك الأيت، بس فيما إنه مو أصلي فهم مو مكاتبين هنا، شو حاطينه فاضي، بس هو ديسك الأيت. وبالنسبة للوزن فالحين حنقيس لكم وزن بلبل كامل، فتابع المقطع. والديسك عادي يعني حتى يجي بدون فريم، الديسك حيتطور، البلبل حيتطور بعدين وحيجي معاه فريم، فهذا هو الشيء اللي كنت بقول لكم. هو دحين نجي للدرايفر. الدرايفر هذا النص درايفر نثق اتوقع اسمه شباب، اوكي شوف كيف. هذا هو الدرايفر، دوران حر، درايفر انضغط، ممكن ضغط مرة كذا، من يوم ما ترمي يصير هجوم، يصير هجومي بس مو غلط شباب، اوكي كذا شوف كيف يصير نازل على تحت ويصير هجومي. هذا احنا ممكن نسوي لكم هي. فهذا هو الدرايفر، درايفر مزدوج بس انه قدرة احتمال افضل ويعطيه طول. طبعا شوف كيف انت من يوم ما ترمي يكون كذا، بس في الاصلي يمديك تسوي كذا كذا تلف يقوم يثبت على هذا الطول فيصير يدي طول وكذا. فهذا بالنسبة للدرايفر. فالحين خلينا نجيب لكم قياس او يعني وزن القطع، ويلا نجيب لكم الميزان. يا شباب قبل الميزان حاب اقول لكم كم كلمة كذا مهمة في اللاير. طبعا اللاير شوف كيف كأنه هنا فيه تنين ماسك جوهرة كذا وشكله اسطوري، وشوف هنا كام مسامير طبعا، وهنا في اشياء الحديدية هذه تمسك ال طبعا اللي مسكرتمي اللون مو بس اسطوري، البني هذا او الاصفر الفاتح كذا، ايوه هذا يكون شفاف شباب، على شفاف زي كذا بس يصير اللون دمار. فنجي الحين لشيء ما شفت لكم عنه اللي هو جهاز الاطلاق. جهاز الاطلاق نفس جهاز الاوميض، بيرب كارد مواصلي بس طويل، شوف حتى في اسم مكسر هنا، فبيرب كارد مواصلي بس انه طويل. وكمان في عيب في هذا بلبل انه ما يركب في هذا جهاز الاطلاق. تخيل شباب لو جيتوا ركبتوه ما حيركب. اوكي الحين نقول لكم ليش ما يركب، خلينا نركب بلبل ونسمعكم التيت. كيف حبة حبة تستقعد لك؟ اسمع دقيقة دقيقة شوف هنا اسمع اخر شوف لما تبدا بداية، شوف هذه الاولى عادية ترى، وهذه اقوى شوية، هذه اقوى وهذه مرة اقوى، اخر واحدة مرة اقوى، فكنا بلبل بتدرج كذا يعني التيث حقته بتدرج ترى شباب. فهذا بالنسبة للبلبل، وشوف الحين لما اجي اركب عجلة اطلاق حيطيح، خير ما يطيح في الشلني، بس والله هو كان يطيح شباب، شين ما يركب، شوف يطيح. فهذا جهاز اطلاق سيء لما جاء مع MQ، وما نعرف ايش يعني ليه هو كذا سيء. فيلا الحين بعدكم جهاز اطلاق وبعدكم مع بلبل شرحنا لكم نظام فيلك 5، خلينا نروح التجربة والميزان. اوكي الحين مع فقرة الميزان اللي هي أول مرة نسويها في قناتنا، حتكون على براثن الغضب. فنبدأ بأول شيء واللي هي اللاير، خلينا نشوف كم وزن اللاير. اوكي يلا وزن اللاير 15 جرام و74. الرقم اللي يطلع حيكون هو الجرام شباب، شوف 15 جرام وزن اللاير 74. اوكي تي اللاير، اوكي نجيب الديسك، دقيقه اوكي الديسك وزنه 20 جرام و78 والله شوف. طبعا هو مو واضح لكم عشان التصوير، لكن احنا عندنا مره واضح، هو واضح لكم كذا مغبش شباب. فنجي للدرايفر، الدرايفر النثنج وزنه 6 جرام و3، فهو 4 قاعد يزيد وينقص، فاحنا خلينا نقول انه هو 6 جرام تقريبا. فالحين اليوم نسوي لكم مقارنه بين براثن الغضب وبراثن النصر، بس دقيقه دقيقه نركب كل براثن الغضب ايوه ونشوف كم يطلع وزنه. حقارن دحين عندنا 3 بلابل نقارن فيها. وزنه 42 جرام و57، خلينا نقول وزن كويس، والله كويس ما فيها شباب، شوفوا مقارنة بأوزان التيربو كويس. خلينا نشوف الحين وزن الشجاع المتقد مثلا، شجاع الفايز 42 نفس الشيء و97، لها لا ثقل بشوية عشان في له 43 في له حديث، فالشجاع اثقل. خلينا نشوف دراع فارس، اتوقع اثقل منهم كلهم ولله قلت لكم مليان حديد، ما هذا مليان. عبد القادر وريهم شوف قديش 43 و36، اوكي شوف كله حديد، حديد في حديد. خلينا نشوف الذئب، الذئب الغاضب ممكن ما يكون اثقل، يلا
43-40 افضل منه كل منطقه الواحد. طبعا بفرق البوينت شباب، شايفين البوينت 41 صار كده توقع كويس. خلينا نجيب لكم مباراه النصر ونشوف. قبل ان نروح لوزن البلبل خلونا نقارن بين الجزء الاول اللي هو جزء الايفوليوشن والجزء التيربو، الجزء الاول بالنسبه لمباراه النصر. فخلينا نقارن لكم شوي بين الاجزاء وكذا. فزي ما انتم شايفين نبدا باول شيء باللاير. اللاير هنا كان فيه مطاط، بعدين هنا كان فيه فاضي، هنا مطاط فاضي. تحسوا اللاير زي يا شجاع كيف تفرع شباب، اللاير كان منكمش بعد تفرع. ايوه شوف كيف في كل الاجزاء كذا صار، شوف كيف الديسك كان، شوف كيف صار كذا يعني كان منكمش كذا وصار بعدين كذا زي الزهره كذا، شايفين كيف؟ شوف الدرايفر، شوف كيف صار. شوف اللاير شباب، شايفين الجوهره اللي هي الشيب اتفرعت قامت صارت مو تنين، التنانين طلعت على الجنب، والجواهر هاي اللي على براثن النصر راحت في النص. ايوه اللي هي هذه صح، اللي هي هذه. اي شوف شوف هي كريستال. لو جينا نتكلم على اللاير الاختلاف مو مره كبير. شوف لا والله اختلاف مو مره كبير، مره كبير. شوف كيف يعني زي ما تقول كذا كان بعدين كبر نحن يعني اليوم اتفرع كذا وصار كذا. نحن من يوم ما شفناه عرفنا انه براثن غضب، واضح ترى شكله اسطوري شباب. شوف كيف الجواهر، شوف كيف التصميم الاسطوري، شوف كيف مطاط تطور صار على فوق صار صد هجمات. هنا بس كان تص طاقه ما كان صد هجمات يعني مضبوط، يعني كان صد بس بنسبه خلينا نقول 30%، هنا صار صد بنسبه 80%. اذا تبون افتح لكم الاصلي تتابع المقطع النهايه، ما حنفتح لكم اصلا طبعا، بس تابعوا المقطع النهاية. في كل مقطع حننزله في الايام الجاية تابعوه للنهاية. اوكي نجي للديسك، ديسك الايت، هذا اصلي وهذا مو اصلي. اوكي شوفوا الديسك نفسه ديسك الايت ايت، بس هنا شوف كيف شكله صغير، شوف حتى مربعات صغيرة، وهنا شوف كيف صار كبير يعني زي ما تقولوا كذا يعني صار دب كذا ما ادري كيف. فوالله شيء اسطوري شباب. صار اثقل. وصار اثقل يب. بعد شوي حنقارنه. بس الاصلي اكيد حيكون اثقل يعني ما فيها كذا. وهنا نجي الدرايفر النثينج، نفس كل شيء بس هنا خلوه اعرض، وهنا ضافوا ميزة التطويل انك بدك تطول الدرايفر وتقصره. وشوف كيف الشكل طبعا نفسه ينضغط حتى، بس هذا ممكن ينضغط يثبت، هذا ينضغط ما يثبت لو ايش، وهذا ممكن تضغط تثبت. شوف كيف صار هجومي، هذا ينضغط يثبت الا لو جاء على حافة الحلبة. فالحين خلينا نقارن لكم باوزان القطع وباوزان البلاي بشكل عام. كيف الحين نجي لاوزان اللاير. طبعا عندنا ثلاثة من اللايرز لبراثن النصر المطور، عندنا اثنين من الجزء الاول. فايش السبب انه هذا ما كستمايز ست، حبينا نشوف كم وزنه، وهذاك اللي ورا اخر شيء هذاك هو الاصلي للجزء الاول، وهذا اللي ما وصل للجزء الثاني. فخلينا نشوف اول جزء الثيربو هذا براثن 12 جرام و48. هذا العادي الاصلي اللي احنا نعرفه، هذا حق كستمايز ست اكيد اثقل 13 جرام و16 عشان الشيب حديدي. ايوه عشان الشيب في واحد. فخلينا الحين نجي للبراثن 15 جرام، فيها تضرب 3 جرام تقريبا، فشيء والله اسطوري شباب. طبعا في براثن العادي ما ضافوا ولا حديد، اما في هذا ضافوا لكم شويه حديد كذا. اوكي الحين خلينا نجي للديسكات، فيلا نشوف اول شيء ديسك براثن مصر الاصلي 20 جرام و96. الديسك اللي ما وصل اكيد حيكون اخف 20 جرام و76، يب في فرق كذا يعني 20 جزء من الجرام كذا، شايفين كيف؟ نشيله ونجيب لكم اللي من الكستمايز ست او الدرايفر. اوكي الكستمايز ست هذا هو اكيد اثقل 25. واو 25 يا ساتر، هذا حق اللي هي اسطوري شباب، هو جامع الكستمايز ست. خلينا الحين نجيب الدرايفرات، نبدا بدرايفر البارات الاصلي 6 جرام فاصل 32، والتربو 6 جرام و4. يعني هذاك اثقل اوكي، بس الاصلي اثقل منه، هذا اثقل واحد اتوقع. اوكي هذا حق براثن اوكي 53. فخلينا الحين نركب لكم بلابل ونشوف كيف اثقالهم كيف حيكون الثقل. خلينا نبدا ببراثن النصر، يلا براثن النصر كم؟ 39 جرام و79 اوكي 39، خلينا نقول 40 شباب. اوكي هنا واو 44. خلينا نشوف هذا، طبعا احنا نسينا الثبر حقه 42، فاثقل واحد هو براثن، اثقل واحد في كل شيء للدراما هو براثن غضب. بس لو قلنا بلس يعني اللي احنا بطلات وكذا، فاثقل واحد
هو براثن الغضب. هذا كله ما اسمه براثن الغضب ما ادري كيف. فالحين خلينا نروح نزلات نجيب لكم بلبل ضد ثلاثة بلابل. كيف نبدا بتجربة البلبل؟ اكيد اكيد حيكون قدرة احتمال من يوم ما احتميه، بس لو هو الاصلي لو رميته بقوة ما راح ينضغط كذا حسب هجوم. بس اذا حبيت تشوف البلبل هو هجوم بالكامل زي ما سويت في براثن النصر اكتبوا لي في الكومنتات. كمان عشان أباكم تكتبون في الكومنتات إيش أفضل، لو صورنا بذي الطريقة فتح العلبة ولا لو صورنا زي قبل شوية اللي هو في البوكس الأبيض ذاك اللي أنتم الحين ما شفتوه. فالحين خلينا نبدأ بالنزالات. أول بلبل اللي هو مصاص دماغ ضد براثن الغضب. يلا شوف كيف. طبعا أكيد البلبل ما حيركب، شوف كيف، بس أحطه في الجهاز الله يطيح كالعادة. يلا في طبعا لا فايز هو براثن الغضب، أول نقطتين وأول فوز في هذا المقطع. مدرب ضد أكيليس أو درع الفارس الحديد. يلا نشوف 3 2 1 جو. يا درع الفارس كاتبين هو يحطم درع الفارس، خلينا نشوف. اوكي والله ضربت جامد شباب. كيف الفائز هو درع فارس الحديدي. فيلا راح البلبل الثالث ضد وينينج فالتريك او الشجاع الفائز. فيلا توقع الشجاع الفائز. كيف الشجاع الفائز يا مقطع. براثن يبالك تدريب مرة كثير، فيبالك تدريب كذا في المقاطع وعبالك انك تعيد اللقطة اكثر مرة. فخلينا نروح البلبل الرابع. الرابع اللي هو بلبل الذئب الغاضب. خلينا نشوف مين حيفوز. طب احسن من الذئب الغاضب لانه هو ذئب غاضب. من طيب تاتي ذئب تقولي مين؟ براثن. براثن حطم؟ لا براثن يعني حطم. ايوه خلينا نشوف. اوكي نزال. طبعا هذا اخر بلبل شباب، بعدها راح نجيب لكم تجربة امتصاص واللي فايز هو تعادل. بعدها حنجيب لك تجربة الامتصاص، خلينا نشوف هل تستطيع براثن الامتصاص ولا. يلا من اكيليس. لا لا تقوم بتوجيهم. واو خلينا نعلم لكم التجربة اللي قبل شوي لم تضبط معنا. عمي مايل خلينا نشوف. اوكي اي فاز هو براثن الغضب. فاز بمصاص طاقة قسم ضد اكيليس. اوكي يلا شوف الشجاع وين يقول. وين يقول؟ والله اعطاه ضربة شباب. اعطاه اللوت. فالفايز هو وين يقول تبك. فبس هذا كل عندنا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، واكتبوا في الكومنتات ايش رايكم في بلبل براثن الغضب. اذا عجبكم بلبل حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا لايك برضو. فوصلنا للختام. سلام.